يقول: رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة، فأحرم من المطار فأرجو الإفادة عن صحة ما فعلناه. أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل، والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات، فيكون إحرامها ليس في صحيح ولا شيء فيه. وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح، لأنه إذا كان مقيما بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل، فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه. بارك الله فيك.